نقدم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية من تداول. نبدأ بأسعار اليورو، حيث تراجع اليورو في تداولات الجلسة الأسيوية، ولكنه يستمر في الارتفاع عند أعلى مستوياته في عامين ونصف العام، ويأتي هذا الارتفاع من تراجع الدولار في أكثر من خمسة لأدنى مستوياته في أكثر من 15 عاما، وطبعا تدهور البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وأيضا الشكوك في رفع أسعار الفائدة ليس واضحا، ما إن سيتم رفع أسعار الفائدة من الاحتياط الفيدرالي للمرة الثالثة هذا العام أم لا. وكذلك هناك توترات سياسية أدت إلى ضعف مؤشر الدولار، حيث وصل إلى مستويات متدنية عند 92، وطبعا هذا ما دعم اليورو في الارتفاع. نتوقع اليوم أن يصدر بيانات مبيعات التجزئة، حيث إذا كانت منخفضة ستؤثر سلبا على الدولار، ونتوقع أن تكون عند مستويات الصفر بمقارنة 0.4 في شهر بالمئة في شهر حزيران. أما من ناحية التحليل التقني، مؤشر متوسط متحرك الدعم المستعمل في ارتفاع، مؤشر ستوكاستيك يعطينا إشارات سلبية حاليا ليصل عند مستويات 20، وهذه قراءة تضغط سلبا على أسعار اليورو، لكنه لا يزال يخترق مستوى ترند الصاعد الذي ظهر في الرسم البياني. مؤشر ستوكاستيك الذي رسمناه هنا ليحدد الارتفاع منذ مطلع أبريل حتى أمس عندما وصل إلى مستويات عالية مرتفعة، نتوقع إن كان سيهبط اليورو يصل إلى مستويات 1.16 عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23%. في الانتقال إلى الباوند، هناك تراجع في تداولات الباوند أيضا بعد أن كان ارتفع أمس في الجلسة، ليصل اليوم إلى 1.31 32. وأذكر أن تراجع الباوند يأتي بعد بيانات بعض الشيء قراءة مديري المشتريات التي تقلصت من 54 وصلت إلى 51، وهذا طبعا ضغط سلبا على أسعار الباوند. نحن اليوم في انتظار بيانات مهمة من الاحتياطي البريطاني أو المركزي البريطاني، حيث سيتكلم محافظ البنك مارك كارني عن السياسة النقدية، ومع إن كان سيتم تثبيت أسعار الفائدة عند 0.25%، وأيضا سيتكلمون عن برنامج شراء الأصول التي وصلت إلى أكثر من 435 مليار جنيه استرليني. وطبعا هذه اجتماع البريطاني اليوم هو الأبرز، لذلك هناك بعض التداولات الحذرة في الاسترليني. حاليا المتوسط المتحرك يدعم السعر في الارتفاع، مؤشر ستوكاستيك يضغط بعض الشيء بطريقة سلبية ليصل إلى مستويات 20، ونتوقع أن يضغط سلبا على السعر، أو تداولات حذرة للأسعار. في الانتقال إلى أسعار الذهب، هناك انخفاض قوي لأسعار الذهب، وذلك نرى أن حاليا متوسط متحرك يضغط سلبا، وكذلك مؤشر ستوكاستيك يضغط سلبا على أسعار الذهب. أذكر أن أسعار الذهب يمكن أن نذكر أنه في عملية تصحيحية بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع وسط ضعف مؤشرات الدولار، لكن المستويات المتدنية للذهب هنا أريد أن أشير إلى، سأتكلم بعد قليل عن الداو جونز، أنه وصل إلى مستويات 22,000 نقطة، وهذه مستويات قياسية، وتعود البيانات الجيدة للداو جونز من وراء نتائج الأعمال للشركات والمصارف التي حققت مستويات قياسية، وهذا ما دعم الداو جونز، وعزف المستثمرين من الاستثمار في الذهب ليذهبوا ويضعوا أموالهم في الأسهم وشركات الأسهم. في الانتقال إلى أسعار الـ WTI، هناك ارتفاع طفيف لأسعار النفط، وذلك بعد تقرير وكالة الطاقة الأمريكية التي أظهرت ضعف في المخزونات الأمريكية للنفط، لكن بمعدل ضئيل جدا عند 1.5 مليون برميل، بعد أن كانت التوقعات لانخفاض ب 7 مليون برميل بحسب القراءة السابقة، وما دعم الأسعار ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة، ولكن سرعان ما عاودت الأسعار وتراجعت بسبب معدلات الإنتاج المرتفعة، وأيضا بسبب منظمة أوبك والدول المشاركة في أوبك، حيث ارتفع إنتاجهما. في التحليل التقني، المتوسط المتحرك حاليا يضغط بطريقة سلبية على الأسعار، مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مستويات 80 ويعكس اتجاهه ليضغط سلبا على أسعار النفط. في الانتقال إلى الداو جونز، كما ذكرت عندما تكلمت عن أسعار
أسعار الذهب، المستثمرين حاليا يتداولون في الداو جونز ويضعون أمالهم في الأسواق الأسهم، وذلك لأن هناك أبل أعلنت نتائجها، وهذا موسم النتائج المالية للربع أو نصف سنوي نهاية جون، وأبل دعمت الداو جونز بطريقة قوية حيث أن نتائج أعمالها كانت جيدة جدا ليصل إلى مستويات ويحوم عند مستويات 22,000 نقطة للداو جونز. أما في البيانات الاقتصادية، ننتظر اليوم أو الأجندة الاقتصادية التصويت على الفائدة في بريطانيا، وكذلك اجتماع البنك المركزي البريطاني، وطبعا بعد ذلك خطاب مارك كارني الذي سيعلن عن السياسة النقدية في بريطانيا، ونتوقع أن يبقى على أسعار الفائدة عند 0.25%. أذكر أننا ننتظر بيانات مهمة ولكن نهار الجمعة في سوق العمالة في الولايات المتحدة، حيث سيظهر الرواتب لقطاع الغير الزراعي، نتوقع أن تأتي القراءة المتوقعة هي 183,000. نتوقع هو كلما زادت هذه القراءة كلما كانت جيدة، وانخفاضها في الشهر الماضي كان سلبا على مؤشر الدولار، فنحن حاليا نتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف لرواتب القطاع الغير الزراعي، كذلك معدل الدخل للساعة، وأيضا ننتظر معدلات البطالة. مشاهدينا، لمتابعة آخر الأخبار الاقتصادية وآخر التقارير التحليلية أدعوكم لزيارة موقع تداول على تداول.com. شكرا للمتابعة.